أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية التطبيق الكامل لمنظومة نافذة هو نظام التسجيل المسبق للشحنات، وذلك بالنظر إلى دورهما في حوكمة الإجراءات وبالتالي تبسيطها، بما يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير والتيسير على مجتمع الأعمال. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة موقف منظومة النافذة الواحدة بالموانئ الجمركية ونظام التسجيل المسبق للشحنات، حيث شدد رئيس الوزراء على أهمية الارتقاء بمستوى الأداء بمنظومة النافذة الواحدة بالمراكز اللوجستية، بما يضمن تكامل مشروعات التحول الرقمي التي تتبناها الدولة للتحول إلى مجتمع رقمي يواكب العصر. في سياق متصل، استعرض الاجتماع موقف إنشاء 7 معامل مركزية، والتي ستكون جاهزة بحلول الأول من يوليو القادم، حيث ستسهم هذه المعامل في تسريع إجراءات الفحص والإفراج وتفادي نقل العينات للفحص خارج الموانئ.